اوكي مرحبا شباب، كيف حالكم؟ طبعا الكود اللي شايفينه هون هو كود اندرويد بالجافا صرف. وانا اصلا ما شغلت الاندرويد ستوديو ولا هذا، ما له حاجه، انا بس سحبت الفايل اللي هو فيه كاتب فيه الكود. اوكي مش مهم شو الاخطاء البرمجيه ممكن تحصل، احنا مش همنا وضيع وقتي فيها، لانه من شوي كنت بحاول بس صرت بدي اضيع وقتي بتصليح هون وهيك. لا ما بدي، بدي ركز على الموضوع نفسه، واللي هو انه كيف نتعط كيف نفتح ملفات داتابيز بصيغه اس كيو لايت. نعرف ملفات الاس كيو لايت هي عباره عن ملفات داتابيز بتاعت تستعمل اس كيو ال الصرف. اوكي مش مثل الاكسل، مش مثل الاكسس اللي هي بتستعمل الاس كيو لايت، الاس كيو ال باي اكزامبل. اوكي في معنى، في له معنى هناك، بس انا ناسي شو الباي اكزامبل هي، شو كيف بالمثال يعني. لكن هون بالاس كيو لايت بنستعمل اس كيو ال صافيه. اوكي مع بعض الفروقات البسيطه اللي هي على اساس انه الخصوصيه الاس كيو لايت انه تستعمل هون ملف. اوكي عادي. اوكي مش عندك اتصال عبر السيرفر وفيش ترانزاكشنز وكل هذا الكلام. اوكي ودائما الاس كيو لايت اصلا معمول لاستعمال فردي يعني مش اكثر. اوكي يعني شخص واحد بيستعمل الفايل هذا. اوكي هلا اللي بدنا نحكي فيه هو مثل ما حكينا كيف نحن من نعمل الداتابيز على الطاير. اول ما بفوت البرنامج كان بيكونش في فايل داتابيز بس بالاس كيو لايت، بيكونش اصلا موجود بالمره ولا في فايل له علاقه بداتابيز متعلق في البرنامج مربوط بالبرنامج، وكيف بدي افتح فايل واعمله داتابيز. فالطريقه هلا بنشوفها كيف. طبعا نحن بنعرف بالجافا بالمره هذا يعني كوتلن ولا جافا، انا صاد معرج على كوتلن شوي بس انه على اساس انه ما حداش يتخربط، الفكره هي وحده ان شاء الله. رحت على حياة لغه تانية، فهذا في هون شرط اساسي انك الطريقه هي اللي تحفظها مش اللغه. تمام ماشي. طيب هلا اكيد انا عم نزل بالكود اكيد يعني لبحت لكم شويه شغلات اللي بيعرف في البرمجه، وممكن كمان يوقف شوي بالكود. بس خلينا نشوف ودور وين الاون كرييت. اوكي طيب طبعا برنامجك بال شو اسمه بال بالاندرويد بالكلاس الوحده بالاكتيفيتي اللي عم تعمل لهم، هاي كلها من فوق لتحت اكتيفيتي وحده، يعني هاي كل الفايل هذا كله اكتيفيتي وحده. اوكي الكاش ريجستر انا عندي هون سي زي زي مكانة كاشير. اوكي وعم نعملها بالاندرويد. اوكي هلا مش راح اشرح كل تفاصيل كيف بينعمل الكاشير، انا بس بهمني الشغله واحده كيف نفتح فايل وبعدين نخلق فيه داتابيز. اوكي ونعبي بهالداتابيز جداول وبعدين انت حر اعمل بدك اياه ونقطه. اوكي وكل باقي مثل بعضه يعني. طيب هلا طيب هلا هون هيدي بس التاستات مشان نقول له رساله للمستخدم. اوكي مثل ما شايفين حتى بالاسماء واضح بليز رايت ريفيو، اعمل لنا شيء ريفيو، حط لنا نجوم، وما تنسى تعمل باك اب يومي للداتابيز تبعتك. لانه انا اللي عامله بالفكره هون انه الداتابيز بتنزل على الميموري كارد او على الديسك الرئيسي تبع الكمبيوتر. اوكي او تبع الاندرويد. اوكي تليفون الاندرويد او على التابلت. اوكي بس تابلت بتكون تاتش وهيك، ففيك تعمل كاشير. اوكي يطلع حلو الموضوع. طيب هلا طبعا هذا ما في هون انه يطبع على الرسيت وما بعرف شو كل هذا الكلام، ما مش هعمله. اوكي بس بيبعت الفاتوره بالايميل او بيطلع ملف بي دي اف وشو اسمه، وبعدين بيقدر هو صاحب البرنامج بيطبع هو بايده الفاتوره لو حب. اوكي الخيار يعني. طيب هلا بدنا نعرف شغله انه الكود، لاحظ هون حضرنا بس الزرار شايفينه. اوكي حضرنا هون الازرار بهدول. اوكي عندنا زرار معينين بس هلا من بهذا بهاي السطور. اوكي بتبلش تبين معي الداتابيز. اوكي انه اول ما بتفتح هذا بتعمل الداتابيز. هلا لانه اون كرييت هالمشكله، كل ما تفتح الاكتيفيتي نفسها كل ما نفس هالاكتيفيتي تنفتح
بدك تتأكد بالأول إذا هذا الفايل موجود ولا لا، ولا ما بدك تصير فايت بدوامة إذا يعمل الداتابيز ولا لا. أوكي، لأن الشرط الأساسي لوجود داتا إذا تقدر تعمل داتابيز بالاس كيو لايت داخل الأندرويد إنه يكون في فايل أوكي موجود. ما فيك تستعمل الفايلز وما فيك تفوت على مكتبات مكتبة الاس كيو لايت داتابيز اللي هي هاي. وعم نعمل شو نحن هون نعمل زي ربط مباشر، اوكي، يعني بمعنى انه او كيف ايش ربط مباشر هون بستعمل static functions دغري، لا بدك لا كلاس ولا بدك تعمل دي بي داتابيز هيلبر ولا ما بعرف شو كل هالديباجات كلها، ما بتفيد ولا بتخدم ولا بتاثر. انت كل اللي عايزه static functions، اوكي، موجودين من الكلاس اللي اسمه SQLite Database بس. اوكي، هلا وين هي صارت الشغله اللي بتضيعه للواحد؟ انه مسمينا هون open or create database. انت بتظن انه بس تعمل open or create database يعني خلص دغري اوتوماتيكيا حيعمل فايل وحيحضر وكل شيء وهذا ومش سائل وتحط التابلز وعارف كيف. اوكي، او مثلا تفتح الداتابيز وخلصنا. اوكي، لا، لازم تعمل انت بايدك فايل، يعني لازم تمر على هاي السطور بالاول. اوكي، تراي كاتش تراي، لانه هون عم تستعمل فايلز فملفات، بدك تشوف بلكي الهارد ديسك مضروب، بلكي في شيء بالديسك، بلكي شو ما صار ما بعرف. اوكي، فانت بالاول بتتحكى تقول اذا الفايل على المسار التالي، وبعدين مش ضروري هون لك شو عامل انا، هيدي كمان جزء من الخبره، انه انت ما بتحطش هاي القيمه بفاريبل، بتحط لها ريفرنس. اوكي، ما بتحط لها ريفرنس، ما بحط لها اسم. اوكي، يعني ما بنعمل مثلا شيء زي ما بنعمل هون. اوكي، ما بنعمل زي هي تقريبا، يعني هدول البار كود نمبر وما بعرف توتال بطن ما بعرف شو، كلهم فوق معرفين كمتغيرات عاديه، تمام. ولكن انا نحط هون شيء علامه، خلينا نرجع لفوق بس عشان نشوف العلام هذا وين. هون طلع كيف انا بحط كل شيء global variables فوق منشان بسهولة اوصل من اي ناحية بدي اياها بالكود للمتغيرات هاي، تمام. اوكي، نشيل البوكمارك اللي هون. طيب، فاذا متاكد اذا الفايل هذا موجود، اذا مش موجود خليه يعمل لي فايل يكبس لي شو اسمه، ينحط لي واحد على الهارد ديسك او يقرص الهارد ديسك بفايل. اوكي، بس هذا الفايل فاضي، فايل ملف نصي فاضي ما فيه شيء ولا بايت ولا شيء، زيرو بايتس، زيرو زيرو من كل شيء، بس عندي علام حاطط بقاعده بيانات الملفات بالفايل سيستم بنظام الفورمات تبع الديسك انه في عندي هون ملف بس بس الفايل فاضي. اوكي، فبيعمل فايل على المسار التالي، وبنقول له انه تنسوش دائما تحطوا فايل دوت سيبريتور، مش تستعمل الشرطه المائله بعدين، لانه هون احنا عندنا يونكس سيستم فلازم تستعمل مسارات يونكس او لينكس. اوكي، يعني بدك تستعمل سلاش المائله ل الجاي جهه هاي على ايدك اليمين مائله. اوكي، طيب، فاذا هلا فاذا نعمل هذا، بعدين شو اسمه هذا الفولدر بس، وبعدين بهذا الفولدر اول شيء بنعمل نقي فولدر الاول بنحط فيه الداتابيز، بس عملنا له فولدر هون البوست بوينت اوف سيل، البوست بوينت اوف سيل، ف بنحط بنخلق الفولدرات اوكي كلها تحت هذا المسار. اوكي، هون هو بياخذ الديسك الاكسترنال اكسترنال ستورج دايركتوري اوكي من الانفايرمنت من النظام، هذه مسجلين عنده اوكي من الباث، في مسارات مسجله بالاندرويد اوكي، فهذا بيعد لك بوديك على الاس دي كارد برا اوكي، او على يعني ما بفوتك على الميموري كارد الرئيسي مثلا، حطه على الاس دي كارد. ماشي، على كله مش بالفايلز دايركتوري، وهذا المقصود انه انا بحط له الداتابيز وين برا للمستخدم، لانه انا هيدي هون كاشير، فالملف الداتابيز تبعه لازم يقدر ياخذ عنه نسخه، واذا بده فيه يراجعه على حي الله برنامج ثاني يعني. اوكي،
لو على الديسكتوب تبعته برنامج تاني ما بعرف مثل شو اسمه SQLite Studio مثلا. اوكي اذا هذه الخطوه مش ضروريه يعني بفضل انه مش ضروريه اذا انت ما بدك تخلق ملفات داتابيزك على الطاير. اذا ما بدك تخلق داتابيز تبعتك على الطاير خلص استعمل بدك تجهزها بس تجهيز مره واحده وخلاص وهي ما في غيرها. بتفوت مثلا هون شايفين في قلنا لكم عن SQLite Studio SQL Developer مثلا. ممكن تستعمل يمكن اظن SQL Developer ممكن تستعمل شو اسمه هون كمان DB Browser for SQLite بتستعمل هذا مثلا بيمشي هذا بيمشي كتير منيح وبستحمل لغة عربية كمان. اوكي وهي بس بتعمل New Database تحفظ الفايل بالمطرح اللي بدك اياها الفايل منيو بتقول له Save و Export لا مش هون Export بتقول له Write. اوكي Write بس Write Changes تحط له اياهم بالمطرح اللي بدك اياها وبنزل. اوكي يعني انا مش محضر بس عم بحكي اللي عم بتذكره. اوكي فأهم نقطة عندك انك تعمل هاي وتقول له f.create new file يعني خلقنا فاريبل اسمه f هو في المسار دغري بس هذا للسطر هاد لهذا السطر هذه ما انخلق الفايل لازم يمرق هذا السطر اللي هو create new file اخلق فايل جديد بس فايل فاضي اكيد ملف فاضي بالمرة. اوكي لازم تعمله اوكي لازم على السطر يعني مش معناها انه اذا عملت هيك خلاص انه اوكي okay. مش صار عندي فايل لانه عم اقول له نيو لا هذه نيو للذاكره مش نيو على الهارد ديسك. اوكي مش جديد على الهارد ديسك يعني لا هذا جديد على الذاكره بس مش جديد على الهارد ديسك. اوكي هلا بس لما تستعمل هذا السطر خلاص بصير انكتب الفايل. اوكي هي كثير مهمه هاي. هلا اذا مش الحال مع هدول اوكي كمان شو عاملين نحن عاملين انه يقرا المسار ويستعمل SQLite Database مباشرة Open Create حيقراها وبنفوت بعدين على الفونكشن اللي أنا كاتبه. أوكي وهذا الـ MDB بيكون شيء Global Variable فوق بيرمز لـ SQLite. أوكي خلينا نعلم السطر هون نطلع فوق شايفين بنسميه Null هذا بس عشان يصير أهون لي اصلا مش بحاجه هذا الفاريبل بس اهون لي اذا بستعمل انا فاريبل من نوع SQLite Database بسميه MDB My Database بدك اياه MDB البوينتر هذا فبصير اهون لي انا لما بدي ارجع له بصير اقول له MDB كذا بصير اختصار للموضوع مع انه مش بحاجه يعني اوكي بس عشان الكونكشن عشان تعرف مع مين اي منهم اي من الفايلات عم تتعامل عرفت شو اقصد اذا كان عندك كذا فايل يعني فهون SQLite Database بيفتح الفايل وبصير بيقرا المسار اللي انت بالاساس محدده اوكي وبصير بيشتغل على الاساس هذا ماشي طبعا DB File Path انت اصلا انا اصلا كنت محدده سابقا DB Path مثلا حطيته هون او DB File Path حاطه هيك اوكي يعني هو زائد دي بي باث اللي هون تمام وانا بحط قاعد مسار الفايل كامل اوكي شوي في عكشه هون مش يعني الفاريبلات وهذا مش كثير واضحين انا عارف بس لانه هذا انا شغلي كل شيء بلزق 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 مش انه بنسخ كواد لا بس يكون يعني ببلش من هون بفهم من هون بفهم من هون بفهم من هون بروح مظبط الامور اوكي كل ساعه شكل حتى لي يطلع مع البرنامج صح اوكي وبعدين هن كمان فيهم شغله كل ما بطلع باصدار جديد بالاندرويد اوكي او تغيير جديد بالاندرويد بالعنوس اللافه واحد هلا مش واقف على هاي المتغيرات الباخه بس انه يعني اوكي فهون حطيت انا المسار وهذا هون انه الفايل سيبريتور مع الـ يعني وين اس دي كارد حط لي فولدر هون اوكي ماشي هلا بس تحت انا كان لازم اخلق الفولدر لانه الفولدر بيكونش موجود عرفت شو هون لانه الفولدر للبوست اصلا مش موجود مشان هيك كان لازم اعمل فولدر بعدين بعمل فايل على دي بي باث اوكي هي كمان شوي مش مزبوطه كثير انه انا الدي بي باث لازم تكون احط له هون احط له كمان فاريبل فوق وازيد عليها اعمل فاريبل ثاني اسمه دي بي باث هيك عشان وضوح القراءه بس اوكي
طيب يعني هم كثير مهم واحد وضوح القراءة، مش شايفين طالع بطلع وبنزل بطلع وبنزل بالكود يعني. اوكي ضل طالع نازل طالع نازل هيك حول هذا بصير. بس الواحد خلص بياها بتاخذ ايده وبتعود. اوكي طيب ما هو بيعرف حاله شو واحد عامل. اوكي بس غيره اذا بيجي بيقرب عليه بالكود بصير هو شو هذا. اوكي طيب فاذا بس نعمل هالسطر، بس نعمل هالسطر خلص احنا هون هذا السطر اللي مضوي عليه. اوكي اذا فتنا عليه اوكي مش الحال الكاتش ما بتشتغلش. اوكي الكاتش ما بتشتغل الا في حال انه هالسطور هدول اللي فوق احدهم خبص. اوكي عمل له شغله مش منطقيه. اوكي مثلا كان في فايل افترض والفايل مفرمت مش اس كيو لايت. اوكي يعني في الفورمات تبعته الداخليه الداتا المكتوبه فيه مش اس كيو لايت، كيف بده يقراه؟ كيف هيعطي اكسبشن كمان. اوكي طيب هلا مثلا بدك تيجي تعبي الداتا بالداتابيس، كمان فوت على البريبير داتابيس فانكشن هذا اللي انا عامله هو بس عشان اجمع كل سطور الاس كيو ال تكون محطوطه لوحد. تمام انه لما بدي اجي ارجع مش خلق مش باجي بحط بنزل حالي على هذا السطر، لا بروح على الفانكشن المخصوص كرمال هذه الشغله عشان هاي الشغله وتقدر تحل لي الشغل تاعي. تمام هي هون كلها هاي شفت مطولها هاي الاس كيو ال الطويله. فاذا بريبير داتا بيز ببعت عليها الام دي بي تبعتي. اوكي داخليا. اوكي وعملت عامل هون كوبي اسيتس، هذا شيء عندي عامل فانكشن اسمه يوتيليتي كلاس بتنسخ الاسيتس. اوكي على الكاش ريجستر. اوكي يعني بينسخ يمكن انا بكون ناسخ شغله نسيت شو هي. اوكي اشوف شو هي بس تمام كوبي اسيتس يوتيليتي كلاس بس اشوف شو كنت عامل انا عشان اتاكد يكون في شيء. كوبي اسيتس شو في حاطط في الاسيتس هاي الكواد يعني زي كيف دول اشياء بحتاجها انا، بلكي بدي ابعت اس ام اس بدي ابعت الداتا اس ام اس بدي ابعت شو ما بدي بقدر اعمله. هي كوبي اسيتس ايه هاي الفونتس بس كان في شوية فونتس كان لازم ينزلوا. اوكي هلا انا بعمل بريبير لكل شيء فبدي شوية اسيتس وانتخذوا من الاسيتس شوية فونتات عشان يتاخذوا لين طبعوا على ملف البي دي اف اللي بدي يتولد فيه الفاتورة. اوكي يعني مرات الاي تكست هذه مكتبة البي دي اف ما كانتش تساعدني شوي بس بقصة ال ترو تايب فونتس فكان لازم اعمل هذا الحكي. اوكي يعني شوي اوف توبيك بس خارج عن الموضوع بس انه حلو واحد يعرف عنه. اوكي فكمان هاي الطريقة بتقول لك بالكونتاكت بالسياق الحالي بالاكتيفيتي الحاليه سياق يعني هون عندنا بتكون الاكتيفيتي فبالاكتيفيتي الحاليه كيف انا بقدر انسخ شغله من مرفقه في ملف في فولدر الاساس من المشروع على مطرحه اللي بدي اياها. اوكي هلا مش هالسيري يعني الكود تبقوا توقفوا الفيديو لحالكم تبقوا تشوفوه تقروا لحالكم تحاولوا تفهموا شو هو عم بعمل. فكيف تنسخ من فولدر الاسيتس اللي هو جاي اصلا بالمشروع بمشروعك على مشروع تاني كيف تقول ايه على مش على مشروع تاني على نفس مشروعك بس هو بعد ما تكون تنصب على الجهاز بعد ما تكون تركب على الجهاز. لانه فولدر الاساس بيجي مضغوط ضمن الباكج تبعت الاندرويد فانت لازم ترد بالاخر بس تشتغل برنامجك تنسخ من فولدر الاساس على فولدر مثلا الخارجي او الفولدر تبع المشروع نفسه الفايلز دايركتوري تبعته. اوكي يعني الاساس ما عليها ولوج مباشر اصلا. اوكي هي الاساس يعني العده او الادوات تبعتك الخاصه اوكي او البضاعه اللي لك اللي هي يعني بس طبعا مش اشياء فيك تفوت فيها مباشر بس زي صندوق عده. اوكي
طيب فاذا بننسخ هون هاي مش شيء مهم. هلا وين ببلش الشغل تبعنا كاس كيو ال؟ طبعا احنا قلنا هون فيك بعمل بريبير، بحضرها، بجيب هون اعمل انا باراميتر انه على اساس استعمل هذا الاتصال مش غير اتصال. اوكي فهون بعمل كرييشن كويري، اوكي فاضيه. بعدين بقول له كرييشن كويري شو بتساوي، بحط له سطر بقول له في كرييت اف نوت اكزيست اذا للسيتنجز، عم بعبي سيتنجز بتيبل معينه اعدادات البروجرام. اوكي ما كنت عم استعمل شيرد بريفرنسز، وهذه احسن لانه هيك بضلك محافظ عليها. تمام شيرد بريفرنسز بيجي واحد من الكاش تبع التطبيق وبروح محيهم، عرفتوا كيف؟ او من الداتا دايركتور تبعيت لهذا بروح محيهم. اوكي بعدين عندك هون يعني بس فوت على التطبيق بالتليفون، تفوت على التطبيق من خلال settings، وبعدين تفوت على بالخيارات يعني بالضبط كيف بخانة الضبط او ببرنامج الضبط بقلب النظام، وبعدين بتفوت على التطبيقات، وبعدين بتفوت تنقي تطبيقك، بعدين تعمل delete cache و clear cache و clear data، فممكن يمحي لك الاعدادات. لا فبضله هيك بالسيتنجز بمطرحه بعيده عن هذا الشيء. بعدين هون الداتا بيس تبعتي بعمل شو اكزكيوت للكويري، فهيك الكويري هيدي بروح شو عامل لها الكريشن كويري صنع التيبل بعمل لها اكزكيوت. هون بجيب السيتنجز كلهم عم بحطهم بهاش ماب معينه ما بعرف شو كان عامل انا. تمام بغض النظر هلا هلا كلياتهم شايفين كريشن كويري بعملهم بهالطريقه. اوكي بحاول اعمل سطور كل واحدة سطر ورا سطر، بحط سلاش ان عشان يكسرون سطر ورا سطر ورا سطر. ما تنسى تحط هاي الفاصله عشان مش هون الفاصله اللي من هون هالجهه، هيدي للجافا، هيدي الجوانيه شايفين ما حد ضيع اللي هو قبل علامه الاقتباس المزدوج هاي. اوكي اللي مضوي عليها بالازرق، اوكي مش الصفر، شو بدكم الصفر. اوكي فعم نحكي هاي اللي المعول، هاي النقطة الفاصلة النقطة مضوي عليها ازرق، اوكي هاي للاس كيو ال. اوكي طبعا هاي اللي هلا مضوي عليها علامة اقتباس، هاي نهاية كود نهاية جملة الجافا. اوكي وهاي هون فاصلة الجافا، اوكي عشان بس تكون للوضوح القراءة شو تنحول. اوكي ومشان هيك بنعمل بلس اساين نزيد نزيد نزيد، بعدين شو بنعمل كريشن كويري. هل نفس الكريشن كويري بروح شو انا مسفرها من اول جديد لانه نفس الفاريبل وسترنج، شو شو ان شاء الله كل مره بدي اخلق سترنج جديده واعمل له فاريبل واحفظ شو بدي فيها، هي نفس الفاريبل اعبي عليه. اوكي ف هيك بوفر شوي بالذاكره ولو توفير بسيط، كل توفير مفيد بالتليفونات اصلا. اوكي ان شاء الله قد ما يكون في جيجا بايتس بالرام. اوكي مش برنامج واحد عم يشتغل، عرفتوا شو؟ ف يعني نفس الفكرة، بروح كل شوي بقول له ام داتا بيس كريشن كويري، بعمل لك اكزكيوت اكزكيوت اكزكيوت، بنفذهم بنفذهم بنفذهم. اوكي بكون خلقت هيك التيبل. اوكي لانه صار عندي فايل من الاساس اتفقنا، فصار بينزل عليه هذا. اوكي نفس الشيء الشغل بكمل للاخر. تمام يعني عم بوقف شوية بس بسيط كرمال تقدروا تشوفوا الشغل. اوكي هون are to make changes for older versions of this application added the column. اوكي عملنا مره ابجريد لحدا، فعايز بتشوفوا كيف بعمل ابجريد. اوكي كيف تعملوا ابجريد لحدا عند الاس كيو ال؟ اس كيو لايت صعب التغيير على الداتا بيز، فكيف بدك تغير وتضيف عمود؟ اوكي فهيدي هون كيف بنضيف العمود وبنعرف هدول السطور. اوكي نضيف هون هيدا عمود تاني كمان اذا از بيد ديت بيد، اذا حدا كنت عم بعمل تحديث هاي الطريقة كمان تشوف كيف نعمل تحديث فيها على اس كيو لايت. بعدين اذا كان لازم ينعمل اي دي جديدة يعني بالسطر ريكورد اي دي معينة، اوكي ومش موجود بدها برايمري كي مثلا، تمام فشو بتعمل؟ بتعمل تمبرري تيبل، اوكي بتسميها تي 1 باك اب. اوكي بعدين بتنسخ كل الداتا باستعمال insert select. insert select هي طريقة الكوبي بين جداول، يعني بتنسخ كل الداتا من هالجدول اوكي وبتنسخهم وين بتحطهم بالباك اب هاي.
اوكي الباك اب تبعي. بعدين هول كتير اشياء، يعني سبحان الله وين واصل انا يا زلمه، كتر الواحد بده يشتغل من الله. ف بعدين شو بنعمل نحن؟ بنمحي الجدول القديم، اوكي، بعد ما كنا نسخته بهذا التي 1 باك اب. هذا بيكون زي جدول مؤقت، ما هو مكتوب بجدول مؤقت، بس هذا جدول انتقالي، يعني ببعت عليه، اوكي، وبعدين هذا الجدول الانتقالي بخلق تاني مره الجدول القديم فاضي، اوكي، بخلق نفس الجدول القديم باسم جديد مع العمود اللي ناقص، اوكي، اسم جديد، اوكي، مع او بنفس الاسم، عفوا نفس الاسم بس مع العمود اللي ناقص. عم بخلق جدول جديد بنفس الاسم مع العمود اللي ناقص، لان القديم بدي طير الجدول القديم، الجدول القديم اللي هو بنفس الاسم. عرفتوا كيف؟ يعني انا كان عندي جدول ورديت بدي اضيف عليه عمود بس مش قادر، اوكي، وهذا العمود برايمري كي اساسي، يعني هذا اوكي عمود مفتاحي، فبروح محيه، اوكي، بس على اساس انه كنت نسخت التابل كلياتها بجدول شو اسمه جدول مؤقت، اوكي، وبكون بعدين بستعمل جدول جديد بنفس الاسم على اساس انا كل الكود تبعي شغال على هذا الاسم. مش رح اجي ابدل الكود كله، لا بروح هون بالمطرحه هاي بغير التغيير اللازم، اوكي، يعني كمان مره لازم ركز عليها هاي، انه بظن انا خايف لتكون ما فهمتوها، اوكي، حتى لو عم عيدها وبطول الفيديو كتير مهمه هاي، هي مش لانه خلينا نحكي بصراحه الاسكيولايت ما عنده فكره الرينيم للتابلز، اوكي، وما عنده، ما بظن عنده فكره الرينيم للتابلز، وما عنده كمان فكره الاضافه مثل ما بصير في الماي اس كيو ال، اوكي، فمشان هيك انا عم بقول لكم اياها هالحكي. طيب هذا الجدول الاساسي، اوكي، لا مش هيك، هذا الجدول الاساسي، تمام، بنعمل نحن بدنا نزيد عليه هذا الجدول الاساسي، عفوا نعمل واحد تاني اسود، طيب بس مش هيك، هذا الجدول حيكون جدول مؤقت بس حنزيد عليه عمود هون، هذا مش كان موجود عنده عمود اساسي، اوكي. هلا اللي بصير انه حتى يزيد هذا، حتى نزيد العمود الاحمر، اوكي، على الجدول هون، صار لازم استعمل انا شو اسمه جدول مؤقت بيكون نسخه طبق الاصل عن الاساسي، اوكي، بخلق بعدين بمحي لهذا بشطبه، اوكي، خلص نشطبه لهذا، اوكي، شطبناه، اوكي، بشطبه وبعدين بروح شو بكون بعد عندي هيدي نسخه. انت ليش بتقول لي ليش بعمل نسخه عن نسخه؟ لا، لانه هذا مؤقت، اوكي، هي نسخه مؤقته بتكون بالذاكره هاي، مش بالهارد، مش على الديسك هاي، اوكي، اسمها تمبوراري هاي، اوكي، هي بالذاكره، يعني اذا طفى التليفون معه الله وكيله، اوكي، راحت عليه. طيب هلا فاذا بروح خالق جدول جديد بنفس الاسم، لانه هون مثلا هون ار، هيدا بتكون ار، تمام، لان انا راح اقرا دائما من الجدول اللي اسمه ار بعدين بعد ما اكون خلقته، اوكي، هذا التي تمبوراري مؤقت، اوكي، بروح ناسخ كل شيء هو اوتوماتيكيا لانه هذا برايمري كي اوتو انكريمنت تلقائي بزيد الارقام تبع العمود، فهو انا عم بزيدهم هو لحاله، هذا العمود ما بذكره هو اوتوماتيكيا بزيدهم، اوكي، كل ما بسجل فيه، اوكي، ف هي شايفين كيف انسات ونسيت كود، اوكي، هون شايفين اوتو انكريمنت، تمام، وين هون عندنا هذا الباك اب، ايه هي ريسيت اي دي بنسخها، الباركود نمبر، باركود برايس بنتسخه، وبعدين عندنا هون هي ريكورد اي دي، اوكي، ريكورد اي دي اوتوماتيكيا عم ينزاد عمود، تمام، هو برايمري كي، هون بزيد انه هو يعمل انسيرت سيلكت، اوكي، بهذا السطر، تمام، انسرت سيلكت من تي 1 باك اب، بعدين بعمل دروب لتي 1 باك اب، بعدين
set transaction successful. اوكي set transaction successful هاي على اساس انه لازم تنعمل كلياتها، هي begin transaction. اوكي انه هاي كل القصه من فوق لتحت هاي لازم تنعمل شقفه واحده، عرفتوا كيف؟ ممنوع يكون فيها نقصان، لانه انت عندك من ار لتي، من تي لار، فلازم ممنوع مثلا تقطع معك العمليه، ممنوع تنقطع من نص الطريق. اوكي ممنوع تعمل بس تقول ار لتي وبعدين تي لار ما تاخذش. اوكي فهذا هون كيف بنعمل الاسكيولايت. اوكي بس في كتير شغلات يعني مش عارف شو بدي اقول لكم. اوكي بس مثل ما حكيت انا ايه هون هاي، لان انا عم بعمل مثلا كيف كل واحد بزيد من هيدي، كتير حلوه هاي هون هذا الفانكشن. انا عندي الجدول تمام، لما باجي انا بطول ده شغله من الداتابيز بدي اعرضها، فكيف بدي اعرضها واضيفها على المحتوى؟ يعني انا هلا عندي هون اوكي، تخيلوا هذه نافذة التليفون. اوكي هذا التليفون تمام اندرويد بالاخضر. اوكي فاجينا بدنا نعمل هون كل مره شو اسمه، نعمل مثلا كل مره سطر سطر ورا سطر ورا سطر، كل ما اطول داتا واحط لها سعرها وما بعرف شو هذا كل مره، فكيف كل مره بزيد على اللاي اوت سطر على الطاير، هي الاهم انه على الطاير مش بيجي باكس ام ال جاهزه. فهي هي نقي الباركود نمبر بيطلع لي مع ابي للداتا اللي بتناسبها. اوكي بعرض الكاتيجوري ما بعرف شو وين الناحيه هون. اوكي هلا انا عامل بيوتيليتي كلاس فانكشن هون بيطلع اي دي هيك على الطاير، بيعمل جنريت للراندوم اي دي نمبر. اوكي على اساس انه لازم يعني اساس نعرف عن اذا كان بدك ترجع على هذا السطر بعدين، يعني السطر المرسوم، السطر المرسوم هون. اوكي وعم نستعمل نحن هون تيبل لي اوت، مش هذا يعني تستعمل هون تيبل لي اوت. اوكي تيبل رو هون. اوكي فانت في عندك بالاول مبلشين من وين هالتابل اللي اوت اللي بنعبي عليه. تابل اللي اوت وفي التابل اللي اوت، انا اكيد لشو مو في فوق ما هي، خلينا بس اعلم على هاي. اوكي سيت بوك مارك كلير اول بوك ماركس سيت بوك مارك. اوكي في فوق انا عامل تيبل لاي اوت. اوكي في فاريبل اسمه تيبل لاي اوت هي. اوكي كاش ريجستر تيبل ليست. اوكي فنحن بنروح كل ما ينطلب، كل ما تزيد قيمه توجل بوتون، هذا اللي هو مش توجل بوتون، في بوتون اذا التكست بس كبس انتر. اوكي ننزل نطلع وين احنا شو حاطين، ايه عم يبعت الباركود نمبر. اوكي كيرس كاش ريجستر تيبل لي اوت هنا او تيبل ليست. هي بقول انا هذا السطر على اساس ازيد الرو اللي عملناه على الطاير. اوكي شوفوا هون عملنا تيبل رو محلي، هذا داخل الفانكشن هون. اوكي هذا داخل وين؟ داخل هذا الفانكشن تمام، داخل هذا الفانكشن محلي، يعني هذا اذا كل ما تنطلب الفانكشن هذا التيبل داتا اللي معبيها هون انا داخل الفانكشن، بس اطلع من الفانكشن بتنلغى، بس هي بتكون نزلت على الشاشه مش ما راح تنزل، لا بتنزل على الشاشه بتضل على الشاشه بتذكر رسمه الشاشه، فهمتوا كيف؟ بس انت هيك بتكون شو وفرت الذاكره. اوكي فهي هندسه لحالها شو. ف هون تيبل رو اوكي بنخلق واحد هيك على الطاير. اوكي ذس الداتا احنا شلنا طلعناها من الداتابيز هون كلياتها. اوكي طبعا
لاحظ كيف بالام دي بي دغري عم بطلب الداتابيز، اوكي، ورو كويري، يعني رو كويري يعني جمله هيك على الطاير، مش جمله اس كيو ال سيلكت على الطاير، مش بتستعمل اس كيو ال اللي هي ضد الاس كيو ال انجكشن، اوكي، لا هي بس كويري دغري تبعت الاس كيو ال انجكشن، بدك تستعمل سيلكت، وهذا هو لحاله بيصير تعاطى معهم هذاك. بس انا ما عنديش هالاشياء الكبيره، يعني عرفت شو افوت فيها على الشغله. تك تك وين؟ ايوه، هلا هون بنحط set weight sum 100، انه السطر كله الرو هالقد 100%، اوكي، على اساس عرضه بالشاشه حياخذ 100%، اوكي. بنطلع له باليوتيليتي كلاس اللي انا عاملها فيو اي دي، بنطلع له كيف طلع انت بال اكس ام ال فيو اي دي، اوكي، طلع اي دي للاندرويد. فنفس الشيء نحن بنخلق هون هذا، نعمل جنريشن لهي، اوكي، وكتير مهمة هاي، دوروا عليها هاي، انا ما اخترعتها من عندي، هاي جبتها من النت، اوكي، يعني بعترف انه جايب من النت هاي، بس لازم هاي، اوكي، يعني الشغلات اذا ما مين بده يقول لك انه لازم تعرف انه اذا الاس دي كي فيرجن نمبر اقل من 17 بدك تعملها بطريقة معينة، وهذا ما فيك، اوكي، ويكون حدا هو بشكل من الناس اللي جويت الاندرويد هن بيعرفوا هذا الحكي، فهن بيخبروك، اوكي، وحتى قد ما تقرا الدليل يعني، اوكي، يعني بدك واحد يكون هو بس قاعد شغلته وعملته يقرا الدليل، اوكي، ما بيعملش شيء ثاني. تمام، طيب. هلا هون انا بحكي عن دليل الاندرويد، يعني دليل مكتبة الاندرويد. هلا هون انت اندكس اقل من زيرو، وين؟ لا عشان زيرو هون، اوكي، اوكي. هلا على الكيرسور هون انت شو عم تعمل؟ هيدي الوايل لوب اصلا، لانه على اساس انه موف تو نكست، عشان على اساس انه يروح على السطر اللي بعده، هو اصلا ما هو الباركود نمبر واحد، شو بده يطلع؟ فالوايل لوب هيدي بس هيك انه لازم عشان يعمل موف تو نكست وما يكملش لبعد منه، واحد تاني، اوكي، في حال صار اي شيء، اوكي. فموف تو كيرسور دوت موف تو نكست بيروح على السطر اللي بعده، اوكي، فبطول الداتا المطلوبه، اوكي، وبعدين هون وين في عنا هون كمان، قلنا هون بيزيد يظبط الشكل، اوكي. هلا هون شو بيجي بيعمل؟ على لكل يعني لكل عمود بنعمل الكيرسور، يعني النتيجة بالاس كيو بتعرف بتطلع، يعني السطر، سطر هو فيه اعمده من الجدول، اوكي، سطر الواحد، يعني كلها يطلع لي سطر واحد، عرفتوا كيف؟ لانه هذا نضيفه، اوكي، هو بس تبع الباركود الفلانيه، تبع الماده الفلانيه، ما فيش غيرها، اوكي، فحيطلع لي سعرها وشو اسمه اسمها وخلافه هاي. طيب، ف بنحطهم هيك، تكست فيو كولوم تكست فيو ذس، اوكي، فاذا تكست فيو كولوم هذا، هلا شو صار عندي هون؟ صرت عم بخلق كمان على الطاير بنفس السطر تكست فيوز، اوكي، وبروح انا بحسبه هذا كولوم من عمود من اعمده السطر اللي انا عم ضيفه، اوكي، وبالاخر هو العمود هذا حيكون خانه بالسطر الواحد، اوكي. ف الكولوم هون بس عم ظبط له قياساته، اوكي، فبالتالي عنا بصير انه هيك بنزيد التكست من عينه، اوكي، وبنحط له القيمه اللي اجت من الكارسور، يعني من
السطر اللي جاي من الاس كيو ال هذه هون، اوكي، فبتطلع لي مثلا شو اسمه، لان انا لاني عارف الصف تبعهم، عرفت شو المقصود، فالكرنت برايس بتطلع على تاني خانة بالسطر، اوكي، يعني تاني عمود من الجدول، اوكي، مثلا وصف المادة بتيجي بأول على خانة، اوكي، فبنضيف هون على الرو كل مرة على أساس السطر اللي أنا عندي، بعدين بس أخلص، أوكي، شو بش بعمل؟ بعمل له إضافة لهالرو. هلا إذا كان بدي هذا السطر ينمحى، أوكي، إذا بدي أشيله، فيني أعمل له هون دغري هو على الطاير، بحط له شو هو عم ينضاف، بحط له إيفنت أون كليك ليسنر، أتك هو، لأنه هيك هيك مو بالآخر زر، ما بدش ما نحط له إيفنت ليسنر، أوكي، نحط له كليك لسنر، خلص هي هو على الطاير، اوكي، فنحن هيك بيكون الرقم اللي احنا عبيناه، اوكي، تبع بالسطر، يعني وين هذا السطر، رقم الاي دي تاعه وينه، لانه عملناه جنريت له اي دي هون تي ار جت اي دي، اوكي، هلا هو سنحط له اي دي. هلا هيك صار فيني من ورا السيت اون كليك لسنر الفيو، ما هو صار له اي دي، فبجيب الاي دي الفلانيه، اوكي، بقول له بيل دوت ريموف، اوكي، مطرح الاي دي الفلانيه، اوكي، هون حبيت اعملها بلينك انه بس تكبس عليها تصير تعمل فلاش، اوكي، تعمل وميض، اوكي، مطرح الفيو اللي بدي اياها، اوكي، كنا ما زبطتش معي يوميها. بعدين وين هون؟ او من الفاتورة بصير اشيله، لان عامل لها فاتورة اللي هي الحساب نفسه، اوكي، شاي بحط لها زي شو يا سيدي، عامل لها زي لستة، اوكي، بصير بشيل منها وبحط عليها، اوكي، على الاي دي الفلانية، اوكي، حسب الاي دي الفلانية تبعها فيو، اوكي، وبعدين هي selected item current price text view، اوكي، بنشيل العنصر اللي صاير، يعني بتصير تشيل الأعمدة بالأول، بتصير تشيل السطور كلياتهم، اوكي، بعدين هيك دغري بتصير الفيو اللي بدك اياه اللي هو كبست عليه نفسه، اوكي، اللي هو الفيو هون، اوكي، الفيو هذا بتشيله خلاص، اوكي، بسيطة ماشي، بعدين بتغير التوتال بوتون، اوكي، على التوتال بوتون انا على التوتال عم بكبسه، هو الزر اللي بيحسب التوتال وبيسيف بالداتا بيز، بعدين هو يعني الفاتورة بيحفظها بعد بالداتا بيز، بيكون عم بغير على عليها مباشرة السعر، اوكي، فحط التوتال برايس ايكوال كذا، اوكي، يعني كنت عم اتفنن شوي بالشكل هذا وكل شيء. فيعني هاي من الافكار اللي هي ممكن تستفيد فيها من وتطبق على شكلتها ببرامج الداتابيز، اوكي، كيف على الطاير تولد زرار، كيف تخلق الداتابيز، كيف تستعملها، اوكي، كل شيء، تمام. فهذا بظن هيك ملخص شامل لاستعمال الداتابيز، اوكي، ونفس الافكار على اللاي اوتس بتطبقهم على كل اللاي اوتس، اوكي. وشغله مهمه كمان، انه لما اذا بدك تعبي التيبل اللي اوت من اول وجديد، بدك تنظفها من تحت لفوق مش من فوق لتحت، اوكي، يعني بتاخذ من اول اخر سطر وتضلك بلش تشيل من اخر سطر، وتضلك تعمل تتحقق انه اذا في بعد اذا في بعد فيوز في اللي اوت، اوكي، لحد ما يكون سفرت تقول لك فولس، ما عادش فيه يشيل شيء، اوكي، اذا ما عنده ولا تشيلدرن او عدد تشيلدرن بقلب اللي اوت يكون فاضي، اوكي، صفر، خلص ما عادش فيه محتوى وانتهى. هذه والسلام.